ملك ملوك افريقيا بلا منازع. النادي الاهلي الحقيقه مصدر الفرحه والفخر والسعاده دايما لجماهيره، ويمكن اللقطات دي الحقيقه الواحد بيشوفها وبيفتكر كده سجل حافل من البطولات. نتمنى ان شاء الله نكون بنكتب فيها فصل جديد النهارده، ونتمنى انه الجيل ده من النادي الاهلي. خدوا بال حضراتكم، الاهلي النهارده ان شاء الله لو فاز بالبطوله هيبقى تاني موسم على التوالي في انجاز اتكرر قبل كده مرتين. طبعا 2000 في بدايه الالفيه كان في اربع نسخ وصل فيهم النادي الاهلي النهائي على التوالي، وفزنا طبعا 12 و13 برضو ببطولتين متتاليتين، وده رقم طبعا يضاف لرصيد النادي الاهلي. خلينا زي ما قلت طبعا يعني عيون وقلوب وعقول جماهير النادي الاهلي كلها هتروح للمغرب كمان تحديدا تقريبا 170 دقيقه عشان تتابع ضربه البدايه في لقاء الحلم، لقاء الحلم بالنجمه العاشره. خلينا نروح المغرب ونشوف يعني ملخص 72 ساعة استعدادات للنادي الأهلي على أرض المغرب. خلينا نروح لزميلنا كريم أحمد من كازابلانكا نطمن على فرقتنا. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز احمد، كل التحيه ليك ولكل جمهور النادي الاهلي، ويا رب النهارده ان شاء الله تكون فرحه تملا شوارع مصر بانتصار للنادي الاهلي اللي بنامله واكيد وبنتمناه ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل الاختبارات الصعبه اللي عدينا بيها الموسم ده نجحنا فيها بامتياز الحقيقه على كل المستويات، ووصلنا معاك ومع جماهير النادي الاهلي كريم للاختبار الاصعب والاختبار الاهم، مواجهه نهائي دوري الابطال. كلمني بدايه رؤيتك او وجهه نظرك في 72 ساعه عضاها المغرب استعدادا لهذا الاختبار الهام. يعني نقدر نقول اصرار كبير وتركيز كبير، والكل الحقيقه يعلم اهميه هذه المباراه واهميه هذه البطوله، يعني بطوله غاليه وبطوله صعبه جدا طبعا لا تقليل من فريق كايزر تشيفز، على قد ما التركيز كبير جدا هنا في معسكر فريق النادي الاهلي على مدار ال 72 ساعه الماضيه من تدريبات من في فندق الاقامه، حاله من التركيز، الكل بيتكلم على اهميه المباراه، كل اللعيبه زي ما اكدت اكثر من مره زميلي احمد، تلاقي اللعيب ماسك اللابتوب بيتفرج، قاعد في المطعم بيتفرج، اللعيبه عقب انتهاء وجبه الغداء وجبه الافطار وجبه العشاء لابد يكون في نص ساعه او اكثر من نص ساعة اللعيبة كلها بتتكلم على المباراة، هنعمل ايه ازاي، لابد الجمهور ورانا بالملايين. يا رب ان شاء الله باذن الله كل المجهودات الكبيرة الحقيقة اللي بذلت خلال الايام الماضية من على المستوى الاداري على المستوى الفني على المستوى التحضيري ايضا كمان، يا رب ان شاء الله كل الامور دي تكلل بالنجاح لابطال النادي الاهلي وابطال افريقيا في رحلة الدفاع عن اللقب. بطولة صعبة ومباراة اصعب اليوم في 90 دقيقة ان شاء الله بنأملها من البداية، لعيبتنا دخولنا ان شاء الله في المباراة يكون جيد جدا، التحضير لبيتسو موسيماني كان اكثر من رائع، كل كبيرة وصغيرة الراجل بيركز عليها بشكل كبير جدا، الامور الفنيه الامور المعنويه والنفسيه ده امر مهم جدا الحقيقه، الراجل بيقوم بدور كبير مع الجهاز بالكامل، كابتن سعيد عبد الحفيظ الحقيقه كمان اللي دوره كبير جدا مع كل اللاعبين في تحفيزه بقيمته الكبيره. كابتن سعيد طبعا مر على هذه البطولات كثيرا جدا ويمكن كانت ضغوطات كبيره الفتره اللي فاتت على فريق النادي الاهلي، لكن الحقيقه جمهور النادي الاهلي ودعمه الكبير اللي بنشوفه يمكن بعض الفيديوهات التحفيزيه الحقيقه اللي اي حد طبعا بيجتهد وبيعمل فيديو بسيط جدا بيوصل للعيبه بشكل كبير، الجمهور بينادي العشره يا اهلي العب برجوله متعه الكره، كل الامور دي الحقيقه بتصل للاعبين بشكل كبير جدا، ولاعبتنا يا رب ان شاء الله النهارده كالعاده تكون على قدر المسؤوليه ونقدر ولاعيبه النادي الاهلي تقدر النهارده ان شاء الله تفرح مئات الملايين من جمهور النادي الاهلي. مستويات الثقه من جماهير النادي الاهلي في رجالتها على اعلى ما يكون الحقيقه، اللي بنطلبه من لاعيبه الاهلي النهارده انه الجديه والتركيز، وان شاء الله التوفيق يكون حالفنا في مباراه من 90 دقيقه قادرين على حسمها ان شاء الله لصالحنا. خلينا نطمن منك على سكواد الاهلي، في جديد يعني طمنا على لاعيبتنا النهارده، تفاصيل اليوم مشي ازاي من بداياته، والساعات المقبله او الثلاث ساعات اللي فاضله قبل المباراه السيناريو بتاعهم هيكون ايه؟ يعني نقدر نقول زميلي احمد الفتره اللي فاتت او ال 72 ساعه اللي فاتت تحديدا لا اصابه غير وليد سليمان اللي يمكن ماشي في التاهيل بشكل طيب جدا، لكن كل اللعيبه جاهزه لهذه المباراه، الاختيارات الفنيه ان شاء الله لبيتسو موسيماني تكون موفقه النهارده كعادته، ادارته الفنيه كمان من خارج الخطوط على مدار ال 90 دقيقه، السيناريوهات الكثيره جدا اللي حضرها الحقيقه خلال التدريبات، يا رب ان شاء الله باذن الله ما نوصلش لاي سيناريوهات يعني تعكر صفو النادي الاهلي، على قد ما يكون سيناريوهاتنا كلها اهداف واصرار وعزيمه زي ما احنا شفنا فيها التدريبات الماضيه. النهارده يا زميلي احمد اليوم الاعتيادي الخاص بالبرنامج الغذائي لفريق النادي الاهلي، الفطار صباحا وجبه غداء اللي انتهت كانت 2:30 دورا، منتظرين بقى في خلال يعني دقائق بسيطه جدا تبدا محاضره الفنيه لبيتسو موسيماني هنا في فندق الاقامه اللي هياكد طبعا على اهميه المباراه، رساله دعم وتحفيز كبيره جدا من مجلس الاداره بالكامل طبعا برئاسه الكابتن محمود الخطيب اللي يمكن عايز اقول لك دوره كبير جدا الحقيقه في المواقف الصعبه والمباريات الصعبه والمباريات الهامه، الدور بيصل للعيبه ويمكن باكد على هذا الامر ان المجهود اللي بيبذل الحقيقه من مجلس الاداره بالكامل الفتره اللي فاتت مجهود كبير جدا،
جدا لقطاع كرة القدم بالتحديد. طبعا الشغل في كل الانشاءات وفي كل الاتجاهات، لكن اللي تم توفيره الحقيقة للجهاز الفني واللاعبين لقطاع كرة القدم بالكامل على مدار الفترة اللي فاتت الحقيقة يمكن لم ينفذ الحقيقة، ويمكن ما شفناهوش قبل كده مع النادي الاهلي خلال الفترة الماضية. فيا رب كل المجهودات دي وكل المناخ الطيب اللي بيحاول يقوم بيه مجلس الإدارة اللاعبين كل الظروف تكون معانا النهاردة، ونقدر زميلي أحمد ولاعيبتنا الرجالة تقدر النهاردة بأي 11 لاعب النهاردة يكونوا متواجدين في الملعب إن شاء الله بإذن الله، يكونوا كالعادة بروح النادي الأهلي وشخصية النادي الأهلي، وإن شاء الله بإذن الله بعد 90 دقيقة نشوف لاعيبة النادي الأهلي وجهازه الفني على منصة التتويج ليرفع النادي الأهلي البطولة رقم 10 اللي تدخل دولاب بطولات النادي الأهلي بمشيئة الله النهاردة إن شاء الله. الجو النهاردة في المغرب إيه يا كريم؟ الجو كويس يعني، او ممكن حتى هذه اللحظه درجه الحراره او الشمس بسيطه جدا، لكن في ميعاد المباراه 8 مساء هنا بتوقيت الدره البيضاء 9 بتوقيت القاهره الجو بيكون طيب جدا، درجات الحراره 23 22 في بروده بسيطه جدا بتكون في الملعب. يعني الامور الحمد لله بالنسبه للمناخ ما فيش اي ظرف بالنسبه للمناخ يعوق فريق النادي الاهلي. ارضيه الملعب جيده جدا، حضور الجماهير خلاص انت عارف زميلي احمد ما فيش جمهور، فكل الظروف الحقيقه معانا ينقصنا بس ان لعيبتنا تكون مركزه بشكل كبير جدا من اول دقيقه لاخر دقيقه، هدف واثنين وثلاثه لو نقدر نعمل كده كمان يا رب، بس التوفيق يكون معانا ومع كل اللاعبين ومع بيتسو موسيماني اللي يا رب ان شاء الله باذن الله يكون موفق النهارده في الاداره الفنيه للمباراه بشكل كامل باذن الله. احنا شفنا يمكن جوله تفقد فيها الجهاز الفني والاداري النادي الاهلي ملعب المباراه، كان ليهم اي ملاحظات على مركب محمد الخامس؟ يعني نقدر نقول الملاحظه اللي كانت لبيتسو موسيماني هي ارضيه الملعب، يعني هو بيتفقد طبعا ارضيه الملعب، ارضيه الملعب جيده جدا، ويمكن على طول وطى ممكن قطع حته من النجيله وقال النجيله دي معموله من ثلاث انواع، يعني نوع عريض نوع رفيع، يعني الراجل مركز بشكل كبير جدا، والنجيله الحقيقه طيبه جدا فيها طبعا بعض يعني المطبات البسيطه جدا، لكن بشكل عام ملعب جيد، ملعب طيب جدا، لعيبتنا قدرت ان هي تتخطى الوداد هنا على هذا الملعب. فيا رب ان شاء الله يكون ملعب فيه الخير على النادي الاهلي، وكل المغرب فيه الخير على النادي الاهلي، ونقدر ان شاء الله نعود بالاميره رقم 10 اللي تاخد دولاب بطولات النادي الاهلي باذن الله. ده اللي بنتمناه، وده العشاق وجماهير النادي الاهلي في كل مكان في انتظاره يتحقق بعد 4 ساعات ونص من دلوقتي. بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم احمد، طبعا كنت معانا من المغرب. دي اخر اخبار فرقتنا زي ما قلت لحضراتكم، وباكد مره ثانيه للي ما يعرفش المباراه هتقام من 90 دقيقه، هيسمح فيها لكل فريق بخمس تغييرات. اذا وصل وصلت الوقت الاصلي لنهايته والنتيجه كانت تعادل هيمتد وقت المباراه ل 30 دقيقه اضافيه في على شوطين، هيسمح فيهم بتبديل سادس لكل فريق، وطبعا المباراه هتقام بتقنيه الفار. هنتكلم اكتر على ارقام النادي الاهلي، وهنسمع اكتر اهم المفاتيح المرتبطه ان شاء الله باذن الله بقدره النادي الاهلي على حسم المواجهه مع كايزر تشيفز.